الشرف والشرف الكبير باش نحضر له هذا الحفل اللي كيكرم الصحافه. انا بالنسبه لي الصحافه هي المرايه ديالي ديال وجهي، يعني قاعد باش اللي غيبغيو يعرفوا عليا الناس كيوصل من عند الصحافه. الله يعاونكم في اعمالكم، ونتمنوا ان شاء الله تزدهر البلاد وتزدهر خدمتكم وتكونوا بخير، وحتى النهار اللي يوصل اي واحد للتكريم يكون مكرم هو بخير قبل من التكريم. سيدنا السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحيه خاصه للجمهور الكريم داخل الوطن وخارج الوطن. معكم الفنان حمد السلاوي نجم الاغنيه الشعبيه. انا جد سعيد بهذا الاحتفال هذا بالفنانين وبالصحفيين وبالاعلاميين، وكنتمنى للرئيس نادي الفنانين سيدي عبد العلي الغاوي الصحه والسلامه وطول العمر، ونائب الرئيس سيدي عبد السلام الخلوفي الصحه والسلامه وطول العمر، وتنشكرهم بزاف على لانفيتاسيون ديالهم اللي كتشرفني وكتزيد بيا الامام ان شاء الله، وكنتمنى السعاده وطمئنا لجميع الفنانين المعروضين والمكرمين في هذا الحفل هذا. ما هو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي الحمد لله راه كاين في الاسواق دابا، عندي ثلاثه الاعمال، عندي البروميير البوم علاش العذاب اللي داز في القناه الثانيه، وعندي الالبوم الثاني اللي هو عطاني ربي عطاني اللي داز في النجوم الاولى عند البرنامج ديال سي السعودي ولا مريم القصري، وكاين دي سينجل ان شاء الله في الطريق، كاين واحد دو سينجل ان شاء الله اللي غنقوم بالتصوير ديالهم بالديار الامريكيه ان شاء الله وبالديار الفرنسيه. نتمنى من الله يروقوا المشاهدين الكرام والناس اللي كيحبونا والمتابعين ديالي سواء في الرواق الازرق سواء في الانستغرام سواء في اليوتيوب. نتمنى من الله يلقى استحسان ان شاء الله باذن الله، وهذا الشيء اللي كنتمناه. بالنسبه للاكتيفيتي ديالي في المغرب الحمد لله كنجي كنلقى استحسان من الصحافه بحالكم انتم تبارك الله اصوات، وكنلقى من التلفزيون الحمد لله اللهم لك الحمد، ومن لي غاديو كنلقى بزاف ديال الاستحسان الحمد لله. وبدوري عاد اليوم هذه ان سومان يلا دوزت البرنامج ديال صباحيه الدوزيم مع سميره ليلى الشواي وسميره البلوي وليلى حديوي والطاقم ديال صباحيه الدوزيم، والحمد لله كان اليوم بدوري معكم كنجي لهاد السهره الممتعه اللي الحمد لله كتروق جميع الفنانه وحاضرين فيها جميع الفنانه بدون استثناء، ويمكن ملكه الجمال ديال العرب. صافي بليزير نشوفوا هذا الشيء ومع عده فنانين الحمد لله، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعم السلم والسلام على بلادنا الحمد لله. وانا كنشكر الصحافه سواء المرئيه سواء المسموعه اللي كتقدم دعم للشباب ودعم للفنانين بدون استثناء، اللي كتلقى اللي كتقوم بالواجب ديالها كصحافه كمسموعه كمرئيه اللي ما كتبخلش علينا الحمد لله. وديجا الفنان من تيكون عنده واحد العمل الحمد لله الصحافه راه كتوجه له، اذا عندك شي حاجه مزيانه راه كتوجه لك الصحافه كيجيو عندك الاضواء، وكنتمنوا من الله هذا الشيء يعم علينا ان شاء الله باذن الله، ونتمنوا من الله الخير ولجميع الفنانين اللي مكرمين ولجميع الفنانين اللي حاضرين معنا. كنتمنى لهم الصحه والسلامه وطول العمر والسلم والسلامه لبلادنا ان شاء الله باذن الله. مع تحيات الله الوطن الملك، تحيه خاصه لكم، وكنشكركم بزاف، كنشكرك انت بدورك كصحفيه مرموقه، نتمنى لك السعاده والاطمئنان وكو دو جواي دو بونور ان شاء الله. شكرا لكم بزاف. واش غادي نقول لكم، انا كيشرفني باش نكون حاضر في هذا الحفل، لان اولا انا عضو في نادي الفنانين مع الاخ السي عبد العلي الغاوي، وثانيا يشرفني باش نكون حاضر ونتلاقى مع الوجوه الزينه كاعلاميين ولا فنانين ولا ممثلين. تبارك الله اجتمعوا هذه الليله كاملين وتفكرنا الايام ديال الايام الزاهيه الايام العصر الذهبي ديال خاصة أنا في الميدان الفني الموسيقي أيام العصر الذهبي ديال الأغنية المغربية، وتلاقيت مع ناس ديال الإذاعة والتلفزيون اللي كانوا يرجع لهم الفضل عليا أن ديك الساعة كنت مازال صغير وشجعوني باش ظهرت أول سهرة في التلفزيون وأول سهرة يعني يتبرمج فيها الراي، يعني بالنسبة للمغاربة كانت مفاجأة بالنسبة لهم، واحد النوع ديال الغناء فولكلور من مدينة وجدة منطقة الشرقية اللي كانت بعيدة على المدن المغربية، والحمد لله تلاقيت معهم اليوم وحضرت لهم في التكريم ديالهم، وهذا شرف ليا كفنان مغربي وكنمثل جميع الفنانين ديال المنطقة الشرقية مدينة وجدة، وهذا هو اللي كاين. وتبارك الله عليكم، شكرا للأصوات اللي ديما حاضرة معنا، والله يوفقكم ومسيرة موفقة إن شاء الله. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.